سلام كبيدة ديالي، لاباس عليكم؟ بخير هانيين البنات، موح عليكم الغزالات ديالي فين ما كنتم. الله يعطيكم الخير وشكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه. البنات، قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو، هذا الفيديو ان شاء الله بمثابه واحد الطاقه، واحد التحفيز، واحد الطاقه ايجابيه لكاع البنات، لاننا في هذه الفتره هذه والله العظيم البنات الا تستريسينا بزاف، يعني من قبل الزلزال لهنا. بعد انا تنهضر شخصيا عليا، دخلت واحد حاله اكتئاب، وانا غادي نقول لكم اشنو اللي وقع بالضبط وكيفاش تتغلبت عليها. من مورا الزلزال لهنايا يعني كاملين تحطموا لينا داك النفسيه ديالنا، ولينا عايشين فواحد الرعب يا اختي. وليت فين ما ندخل انا بعدا كاين، فين ما ندخل فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، تلقى يا لطيف غيضرب الزلزال. واحد خيتي ما عدت حتى شي شغل، اش ما عدت حتى الشغل، هذيك راه تتربح اموال طائله يا بنات. كيتنا حنايا مساكنات اللي جالسين تنتفرجوا فيها وتنتيقوا داكشي اللي كيتقال. الله يعطيكم الستر البنات، خليوا لي التعليقات ديالكم وقولوا لي واش تتمايا النفسيه ديالكم تحطمات في هذه المده هذه، وليتو مرعوبات وخايفات، ولا غير حنايا اللي الاحاسيس ديالنا محطمه، ولا كيفاش وكيفاش تتغلبتوا عليها مؤخرا البنات؟ والله الا وليت فين ما ندخل نلقى ديك خيتي غيضرب الزلزال نهار الفلان الفلاني، غيدير بحال ما هكا، غيوقع هكا، غيوقع هكا. والمشكله انهم كيقولوا لك التنبؤات، العرافه، علم الطاقه، علم التنجي، انتما راه عاد تخربيقه داكشي البنات اللي كيتيقوا. انا كنهضر مع البنات اللي كيتيقوا هاد الهضره هادي، والعيالات الله يرحم لكم الوالدين، راه اللعب على العقول هاديك. ومن اخطر انواع الحروب هي الحروب النفسيه، اخطر انواع الحروب هي الحرب النفسيه. وفعلا راهم نجحوا في واحد العدد ديال الناس، زرعوا فيهم واحد الخوف وواحد الشك. وليتي كتشوفي بحال البارحه انايا قبل ما ننعس دخلت للتيك توك، واحد الواحد قالك في 2030 ما غيبقاش الماء نهائيا، ما تبقى حتى قطره ديال الماء، خبيو المياه وما عرفتي شنو تيهضر، ما غيبقاش الزراعه، قالك الزراعه والو ما غاديش تبقى. واخويا حنا نعيشوا على الشهر الجاي، حنا ضامنين عمرنا؟ ما ضامنينش عمرنا البنات، علاش غادي نخافوا من الموت؟ علاش الانسان كيخاف من الموت؟ راه حنا تخلقنا من تراب وغادي نرجعوا للتراب، راه هذه هي سنه الحياه، راه الله سبحانه وتعالى راه ما غاديش نعمروا فيها خالدين فيها، لا، راه كيبقى وجه الله سبحانه وتعالى فقط لا غير. يعني كلشي الانبياء والرسل وكلشي مات وعساك حنا، اذا علاش غادي نخافوا من الموت؟ كيزرعوا فينا واحد الحرب النفسيه البنات، راه ما نعاودش لكم. حنايا راه ناس مسلمين، يكون يقيننا في الله سبحانه وتعالى، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، يعني الساعه، القيامه، داكشي اللي كيوقع، داكشي اللي كيتنبؤ، تيقولوا تيتنبؤوا به، هذاك الشيء راه في علم الغيب، والساعه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. حنا ناس مسلمين كنامنوا بالله سبحانه وتعالى، وكنامنوا بالقدر ديالو، كنامنوا بالقضاء ديالو، ولا يعلم الغيب الا الله. كنرجعوا للقران الكريم، حنا المستند ديالنا الوحيد اللي ممكن نطيقه هو القران الكريم. كنرجعوا للقران الكريم نقراو، وهذا الشيء اقسم لكم بالله العلي العظيم اللي درت فاش دخلت، الناس اللي متبعيني راه غيعرفوا انني كنت قلت لكم بديت كندخل في واحد حاله اكتئاب، مرضت ما نعاودش لكم. سيختو من اللي تخسر لي التليفون تقريبا شي سيمانه اولا ما حطيتش، وقبل نيت كانوا عندي مشاكل وعندي بزاف والله العلي العظيم، مرضت مع نفسي وليت داخله في حاله اكتئاب، ما بقاش كيجيني النعاس بالليل، وليت كناخذ الدواء باش نعاس، بزاف ديال الحوايج. رجعت للقران الكريم كنقرا في الايات ديالو، في كل ايه عندها معنى، كندبر في الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى. والله العلي العظيم لا كاينه واحد الطمانينه في القران، ما كاينه في حتى شي حاجه اخرى. القران الكريم كيزرع فينا واحد الطمانينه. رجعوا البنات القران ونقراوه، ماشي نتسناو حتى حكا غيتقطع الانترنيت، حكا هادي، حكا هادي، وحكا واحد الحاجه اخرى فاش كنلقى شي خبر ديال غادي تقطع الانترنيت على العالم، كندخل نشوف كنلقى وبزاف ديال البنات حاقدات على الوضع. الله يقطع بهم، ما نشوفوش هاد الكمامر،
الله هادي بغينا يضرب الزلزال بغينا اختي البنات اللي كيكتبوا بحال هكا. واتقوا الله سبحانه وتعالى، راه ماشي الا تقطع الانترنت يعني ما غتبقاوش تشوفوا الفيديوهات اولا غيمشي اليوتيوب اولا، خاصكم تفهموا ان الانترنت راه كيرى هو بحال المحور ديال الكره الارضيه اللي كيدور عليه دابا كلشي الناس خدامين به، راه ماشي غير بحال دابا انا كنترزق من الله سبحانه وتعالى وغادي نتأذى بزاف، ولكن الرزق بيد الله، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ما كيسد باب حتى كيحل بيبان اخرين، ولكن خصنا نشوفوا حوايج اخرين ماشي نشوفوا غير الفيديوهات واليوتيوب والتيك توك وهادي وديك، راه خصنا نشوفوا مستشفيات، خصنا نشوفوا السبيطارات باش خدامين، باش كيطلعوا لك الريزلت ديال التحاليل، باش كي يصيفطوا من جهه لجهه، راه من الانترنت، راه الناس، راه المرضى، خصنا نشوفوا الناس اللي مراض، خصنا نشوفوا الناس اللي خدامين بالتجاره اشنو كيوكلوا وليداتهم، راه ولا دابا كلشي بالانترنت، اشنو كيوكلوا وليداتهم الابناك، راه الا تحبس الانترنت راه اللي عنده شي ريال في البنكه ما غيبقاش يشدو، والله ما يبقى يشدو، غيكون هاني اللي معول على شي ريال حاطه في البنكه، لان ملي غيجيب باش غيعرفوا هو شحال عنده باش غيجبدوا ليه هاد الفلوس، ونفرض كاع الناس اللي ما خداميش وما كاع بالانترنت ما عندهم حتى شي صيله بالانترنت، واخا هذيك الو جيب لي السلعه الفلان الفلانيه ونتقدا هكا ونتقدا هكا، لنفرض كاع ما عندهمش وما كاع علاقه بهادشي، شكون اللي غيتقدا من عندهم؟ شكون اللي غيشري من عندهم؟ الناس راه ما يبقاوش عندهم الفلوس، راه خصنا نوليو نفكروا اننا نبغيو الخير للناس وندعوا واحد الدعوه زوينه اكثر من اننا ندعيو دعوات خايبين، هو راه اي حاجه كتكون بامر الله سبحانه وتعالى، ولكن غير الانسان خصو يكون واعي واحد شويه. انا علاش كنتعاود معكم هادشي لحقاش راه شفت مؤخرا والله العلي العظيم الا فين ما كندخل شي بلاصه من مواقع التواصل الاجتماعي كنلقى نايضر روينه ديك الموسيقى، بعدا غا ديك الموسيقى راه تمرضك، المرض 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 المرض، فيديوهات كاملين مرض، موسيقى غادي يوقع زلزال، غادي تشوفوا كا مخلوقات فضائيه، لقاو في البرازيل، لقاو في المكسيك، لقاو فوكا، لقاو فوكا، وحنا مالنا؟ حنا راه شعب مسلم، حنا راه ما سوقناش في داكشي، حنا متبعين القران الكريم ومتبعين كلام الله سبحانه وتعالى ومتبعين ان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيده كل الامور، يعني بنادم يطلع السماء يترطى يمشيو للفضاء كيف ما بغاو يديروا، فحنايا ما سوقناش فيهم، حنا كيبقى كنعيشوا حياتنا وداكشي اللي قسم لنا الله سبحانه وتعالى، وكنامنوا بواحد الحاجه ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وان كل واحد كيدي داكشي اللي مقسم ليه الله وداكشي اللي رزقه الله سبحانه وتعالى، والانسان يعيش يعني يخوي راسو من هذا الشيء، خوي 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 براسكم البنات من هذا الشيء، راه الحروب النفسيه راه واعره، راه فين ما كندخل التعاليق ديال شي حاجه كنلقى ان الناس خايفين، ان العيالات مساكنات ما بقاوش عارفين ناري وحقه وغادي يوقع هكا وحقه، شوفوا نقول لكم راه اللي بغات توقع توقع، راه حنا كلنا بيد الله سبحانه وتعالى، واش كيحسب لكم ان الله سبحانه وتعالى غادي يغلبوا هاد الحقة منظمة الماسونية حقة هادي حقة هادي، راه حتى شي حاجة ما كتغلب الله سبحانه وتعالى، راه في الاول وفي الاخر كتبقى الامور كلها بيد الله، بنادم تيلعب خليه يلعب، حنايا المهمة ديالنا في الحياة هو اننا نعيشوا بداكشي اللي قسم لنا الله سبحانه وتعالى، ونكونوا راضيين على نفوسنا وما نخافوا من حتى شي حاجة، لان في الاول وفي الاخر غادي نموتوا غادي نموتوا، فالله يعطيكم السر البنات، الله يعطيكم السر، حاولوا انكم تزرعوا واحد الطمانينه بين وليداتكم، حاولوا انكم فاش تلقاو بحال هاد الاخبار هذه ديروا نتوما نو باغو كوموندي، ما يبقاوش يطلعوا لكم بحال هاد الفيديوهات، وهنيوا مخكم وعيشوا نهاركم كيف ما قسم لكم الله سبحانه وتعالى، حيت هاد الشيء سواء تزاد الخطوره ديالو سواء ما تزادش راه كان منذ القديم الازل، يعني دابا راه غير بما ان كاين هادشي ديال هادشي ولا منتشر بزاف ولا بنادم عرفتي، والله العظيم الا ولات واحد الحرب نفسيه، ولكن شكون اللي كتشد فيه هو اللي بعيد من الله سبحانه وتعالى، حاولوا الله يعطيكم السر البنات، فاش يكون عندكم واحد الوسواس ولا فاش تحسوا براسكم عييت ولا عندكم ستريس ولا بديتوا كتمرضوا ولا
جاكم حالة ديال الاكتئاب ولا رجعوا للقرآن الكريم، رجعوا قراوا شوية القرآن وسبحوا واستغفروا الله سبحانه وتعالى، والله العلي العظيم غادي تحسوا بواحد الراحة زوينة بزاف، وغادي ترضاو بقضاء الله، وغادي غادي تحمدوا الله وتشكروا على النهار كيف ما بغى يدوز. المهم اهم حاجة او ان الانسان كياكل كيشرب كينعس راه راحة البال اهم حاجة في الدنيا، والله العلي العظيم البنات الا راحة البال وانك تنعسي وانتي مرتاحة الى اهم حاجة في الدنيا. الله يعطيكم ستر البنات، حاولوا انكم تحطوا بوستات ديال ايجابيين، حاولوا انكم تحطوا اخبار زويونة، حاولوا انكم تفرحوا الناس اللي معاكم، تنشروا الطمأنينة بين الاسرة ديالكم مع وليداتكم مع عائلاتكم، وحاولوا انكم ما تبارطاجيوش بحال هذوك الفيديوهات بحال هذوك الاخبار وبحال داكشي. تفاءلوا بالخير تجدوا، ودابا الكويدات ديالي من بعد هذا الكلام هذا كنتمنى انكم تخليوا لي كامل التجربه ديالكم اللي دازتوا شي فتره صعيبه كيفاش تغلبات عليها وهذا الشيء واش كاين ولا لا، وندوزوا دابا يا اختي نصايب انا البنياتي داك الشيء اللي قسم الله. واحد الكفيته غادي نديرها بواحد الطريقه سهله وزوينه، وخليكم معايا ومحلي لكم البنات يا اختي. وغادي ندوزوا دابا شنو غادي نصايبوا. المهم عندي واحد شويه ديال الكفيته اختي، بغيت نديرو كفيته ولكن بواحد الطعم زوين البنات. هو مول الكفته باش كنبغي شويه كندير فيها البصله. هاد المره البصله، هاد المره عيني في برا. هاد المره البنات البصله غادي نزيدو عليها الفلفله وندير لها حتى تتبيله اللي زوينه بزاف. حط انا يشوفوا البنات حط هنايا انا الدنجال والفلفله، كنت شويتهم وحيدت لهم الشربه ديالهم ودرتهم هنايا. غادي نجبدهم حتى همايا باش تجيني فكاسيله شتو ملي تكونوا مسالين ما عندكم ما يدير شويه فلفله ودنيجين وديروه بحال ما هكا ها ملي تحتاجوا ماشي تبقاو عاد تشويو عاوتاني. من بعد غنعقب نقطعو رقيق بزاف باش كيطلق ليا داك الما ديالو البنات. في الأول الأخر غادي تخلطو غادي تخلطو اللهم نجيبو هكا. عندي الفلفلة الخضرا شوية شتو كيف ما كتشوفو البنات، كان عندي نص فليفلة بالصفر ونص بالحمر تا هما غادي نقطعهم اختي باش يكون عندي الالوان. كاين اللي كيحك الفلفلة، هادي مغليضاش بزاف باش انها تحك، اللهم نقطعها بحال ما نقطعها رقيقة. البنات ها هو يا اختي قطعتو، غادي ندير هكا غادي نطحنهم غير طحنة خفيفة غير طحنة خفيفة باش يرقاق لنا داكشي مزيان. هانتوما البنات انا اختي طحنت وغادي ندير الكفتة معولة على ان عندي الكفتة شوية زايدة على هكا تعلقيت غير هاد شوية يعني ماشي مشكل. راك تخبيت واحد نص كيلو ودرت منو مشكل. المهم هادشي اللي قسم الله غادي نزيد عليه دابا، نزيد عليه يا اختي شويه ديال الشحنه هاد الشيء اللي درناه البنات. Thank you.
داكشي اللي طحنا ديال الفلفل والبصل. غادي نديرو في صفايه باش نصفيو حيت غادي نبغيو داك الماء ديالو. الماء ديالو غادي نحتفظو بيه وهو غادي نشدو غادي نزيدو هنايا صافي راه كمية مناسبة. نخسيو الجو دابا التوابل التوابل غادي نديرو الملحة نديرو شويه البزار غادي نديرو شويه تحميره نديرو شويه الكمون ندير شويه الثومه غبره هادي خلطه ديال السلطه والروز وداكشي شويه الزعتر وهذا شويه القزبر مدقوق قال لي شويه خصني نديرو وندير هنايا شويه قزبر ومعدنوس ندير يدي يا اختي البنات غادي نخليها يا اختي وغادي نمشي نوجد الزعلوك. البنات هنايا قبل ما ندير الزعلوك راه درت المقله هنا بغيت ندير شويه ديال ايبلي هو كان عندي تا هو نحيدوش ما يبقاش يخسر درت كسرونه ندير فيها شويه ديال الزيت نديرو هنا غير شويه ما نكثرش بزاف ولا نسلقو غادي ندير مليحه ندير هنايا شويه ديال الثومه غبره شويه ورقه سيدنا موسى هنايا مطحونه البنات انا حيت ما عنديش غير هكا كندير مطحونه غادي ندير مطحونه هنا هذا خليط ديال سميتو الروز وديال السلطات وغادي ندير شويه ديال الزعتر صافي وغادي نخليو هاد الابلي ديالنا يتسلق ندوزو دابا يختي الزعلوك ديالنا راني درت هنايا فيه الزيت المقلى ندير معطيشة تقلى بنات انا دابا اختي خليت معطيشة كتقلى هنايا الفلفله والبنجال غنحطهم على جنب
غادي نجيب هنا داك الماء اللي درناه ديال الفلفل والبصله، غادي نزيد ليه شويه مليحه، ندير ليه شويه البزار، وغادي نزيد ليه شويه الهريسه شويه التحميره، كي اللي غيبغي يضيف ليه الكيتشوب كل واشنو بغى يدير. المهم انا غادي نخليه غير هكذا صافي. ملي غادي نبدا نكور في الكفته ديالنا غادي نوري لكم اش غندير في هذا اللون. ها نتوما البنات الكفته انا كورتها بحال هكا وحطيتها هنايا في هذه الشبكه هذه فوق الطاوه باش ندخلها للفران. دابا اشنو هذا الشيء هذا اللي درناه ديال الفلفله وديال غادي نديرو به، هو اللي كيعطي داك اللون عرفتم ذاهب وزوين. غادي نبدا نسقي به هاد الكفيته هادي، عرفتو الريحه ديال الفلفله وديال البصله. صافي غادي ندخلهم دابا للفران. هنا اختي مطيشه راه تقلات، انا طفيت عليها غير وكانت تتنشالي. غادي نبداها دابا نمهز فيها اختي كيجي لذيذ هاد الزعلوك هذا يا البنات. طابت مطيشه وديك المويهه ديالها هنا. غادي نديرو اختي الثومه، ندير شويه ديال الخبز المعجون ونديرو العطريه اللي غنحتاجو. ايوا غادي نديرو الجهاز الفلفلة، اش غنديرو اختي في العطرية؟ غادي نديرو مليحة غادي ندير الكامل كنديروش فيه بزاف، ما تنديروش سكين كبير ونخلقوه من داك الشيء، لا كنديرو شويه البزار وكنديرو شويه التحميره. ايوا هاد الشيء اختي وكنحبكم ديالي. دابا الزعلوك غنعاوش ليكم، طبعا
دابا كنخلطوه شويه وكنطفيو عليه بالماء طابنا داك الجبن وطابنا الكفيته. وهو الغدا ديالنا موجود يا اختي. هانتي الجميلة شغل ثلاث يلا لا بلاتي نورها نخلينا على الحطة نورها هانتي عشبها الزعلوك هو زعيليكا طيمي غير العاشق غادي نحط الكفته طحت ليا الفرح. المهم البنات تضحك عليا حيت حسابي راسي واش دايره فيديو في الاخر ما عرفتش التليفون من النهار خسر هوايا مسطي. خرجت الكفته ها هي غادي ندير الطبيسيل ما تحرق والو عاسي رانا والله ما تحرق اختي غندير الطبيسيل البنات نحط بدايات ها اختي حطينا دابا الغدا الزعلوك زدت شويه ديال الزيتون وهنايا شوفوا لي الكفته كيف دايره. والمهم هذا هو الغدا حيت الموسيقى ناديه لحظه التليفون بداو نتغداو.